في خلوده؟ مامي they want us to wash our hockey walkies all of them. بدهم يانا نغسلهم كل الهوكي واكي؟ Yes. شو رأيك خالد؟ What do you think? I think that's a good idea. يعني نغسلهم لكل الهوكي واكي تبعاتها؟ Mm-hmm. يلا نقوم. Okay. وهلو هلو اهلا وسهلا فيكم من جديد بقناة رانو هوم. يا اهلين وسهلين، مثل ما شفتوا فيديو اليوم بدنا نغسل كل هاجي واجي. بدنا نغسل كل الهاجي واجي تبع خلودة بناء على طلبكم. على طول بدنا منكم تكتبوا لنا هيك افكار حلوة ويلي بيعجبنا نحن بنختاره وبنعمل فيديو عنه. اوكي خلودة؟ اوكي. وهلا يلا بلش. Mommy, let's see are they dirty or not. تعال خلودة أول شي نشوفهم إذا نضاف ولا لا، لأنه إذا نضاف ما في داعي نغسلهم مو؟ Okay. يلا طالع هون لنشوف. This one's dirty. كلهم وسخين خلودة؟ مو معقولة. أنا كمان رح أقعد شمشم مع خلودة إذا وسخين ولا لا. Let's see this. وسخين خالد. هاتوا لنشم هذا. إيه العمل كله نوسخين طلعوا. يلا نشوف ها. وبعد ما عملنا فحص وشمينا كل الهاجي واجي طلعوا كلياتهم وسخين. طلعوا كله نوسخين. فهلا يلا نروح نشغل المي والحمام ونحممهم كلياتهم خلودة. اوكي اوكي yeah. يلا قوم. أنا حالياً عم جهز هلأ الحمام والمي لهاجي واجي وخلودة. يلا تعالوا نشوف شلون عم جهزهم. يلا خلودة روح روح جيبهم. شوفوا لي هالمنظر، أنا جاي أجيب معك خلودة. يلا. يلا نحمم هون. يلا يلا. Let's drop it guys. أوه. يلا خلودة حطه. ييي. ولي هذا شلون بدنا كله نغسله وننشفه؟ الله يعيننا. يلا red. هذا الريد لساته جديد ما حلو يتوسخ، بس يلا هنغسله. هاي سخنة؟ منيحة المي؟ يلا عود وحممهم كلياتهم. بدي شو أول شي بدنا نعمله مع الهاجي واجي؟ بدنا نحط لهم شامبو؟ ياي خالد. هلا اول شيء رح نحط شامبو عليهم. يلا خلودة شوف شو عم بعمل لك. صحه. يلا خلودة يلا يلا خلودة فروك فروك. لا لا رح افرك معك. كلهم كلهم بدنا نغسلهم. يلا اغسلي اغسلي. ايه شلون هيك صار هاك؟ هيك على المنظر. يلا خلودة خو ليفهم. ليها تايم. ليفه. ليفه تايم. اشتغل اشتغل خلودة. يلا ليف اللي بعده. ليف يلا ليف هذا البوسه. برافو خالد. كلهم بدهم ليفه. Let's brush your teeth. يلا خلودة فرشي لهم اسنانهم كلياتهم. هلا بعد ما حطينا لهم شامبو فركناهم بدنا نفرشي لهم اسنانهم مو؟ برافو خلودة. يلا فرشي اللي بعده اللي بعده. يلا برافو. وحمامك سعادة حمامك هنا وخلص دورك انت وهلا دوري انا. برافو خالد.
فرشت لون اسنانهم كلهم خلوده؟ يلا دورك. لا 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 خالد it's your turn. يلا يلا انت بدك تحمم مو بس هن. يلا هاي حممنا خلوده والهوجي واجي، هلا بدنا نشطفهم. خلوده جاهز؟ يلا يلا حط الهوجي واجي معك. يلا حطه معك خليه يتحمم. يلا حط، هات لهاجي واجي، هات لهاجي واجي. يلا ها ها انت اوسخ منه للهاجي واجيات. يلا يلا لا يلا اللي بعده خالد، اعطيني اللي بعده. يلا اللي بعده يا هلا بعد ما نشفناهم، يعني قصدي بعد ما خلصنا عصير واحد تاني خلوده. يلا عصير معي، نحاول نعصره من المي. بس بدهم يلا يلا عصير عصير. لا لا هطلع عصير انا. برافو خالي دان، يلا حطه بالباسكت. برافو، هاي خلاص. Guys, let's dry ourselves. يلا خلوده يلا خلاص خلوده قوم. نعيمان بعد ما خلصنا حمام كل الهاجي واجي حتى خلوده حممته معهم، هلا نازلين ننشر الهاجي واجي تحت في تحت منشر، لانه البرندة عندي ما فيها منشر اني انشرهم كلهم. بس صارت الدنيا ليل مالي عرفانه كيف ان شاء الله التصوير يكون واضح، فيلا تعالوا يلا خلوده يلا نروح ننشرهم. يلا تعال الله يقويك. يلا حطهم حطهم خلاص. يلا خلوده يلا نو نو خلوده انا بحمل خلوده. يلا ناخذ خلوده حمل حمل. It's night time right now. لا خلوده ما في شيء. يلا تعال هون. In the woods. يلا شوفوا بدنا ننشرهم هون. شو بيعرفني خلوده؟ يلا تعال ننشر، تعال تعال ننشرهم. وهي بعد ما نشرنا لكم اياهم شوفوا لي على المنظر. اذا حدا فات يا جماعه لهون بالغلط بيرتعب، بيقولوا لي شو هون في. باي هاجي واجي، تصبح على خير، بنشوفكم بكره. يلا تعال. Guys, it's the next day. Let's go break our hockey wookie. Guys, they're dry now from yesterday. يلا خلوا دقيمه ونقطفهم. طف هون، ديروا بالكم. هي دادي اجى يساعدنا. يلا حطوا حطوا لكم. حط الملائط لا رجع الملائط. برافو بخيل. شلون نشفانين مزبوط؟ نشفانين. فحصونا اياهم. هلا بدهم سشوار. هذا خالد. والله الهوجي وقي شغلونا. كان ناقصنا. يلا خلو ده يلا فضي الكيس. ياي هلا بدنا نسشور له. يب احملوا احملوا خلو ده عشان اعرف استحكم. يا عيني يلا برافو خلو ده استشور منيح. ها اوكي يلا هات لشوف انا البقايا. شوفوا هذا على هالمنظر وهذا، والله كلهم بدهم سشوار خلوده. شايفين؟ يلا برافو يا عيني عليك. برافو تحت باطه تحت باطه يا عيني. هون ماما تحت باطه هون. برافو يلا هلا بيبي بيبي. يلا حاشته حاشته. أمهلك ماما هلا بتخلع له عيونه. برافو برافو. لك شو عم تعمل؟ قوم اشتغل معي. قوم ولا عم تخليني اشتغل لحالي؟ الهاجي واجي انا هاجي واجي وينها هاي؟
خلصنا يلا خلو ده قوم قاعدون قوم بردانين بيكونوا. لا بس بتنكبون. تضغطوا. دفوا منيح ها. خلو ده حذر شو. راح أعمل لك أكل وتحلاية يعني على أجواء رعب. أوكي؟ Yeah, waiting for you, mommy. Don't be late. وأنا هون قررت أعمل لخلودة أكلة وتحلاية على شكل مرعب لأنه يعني اليوم كنا عم نشتغل بالهوجي وقي فقررت أنه الأكل اللي بدي أعمل له إياها تكون مرعبة. هاي العجينة جبتها جاهزة فتحت بس أولها وصرت أعمل خطوط رفيعة وبعدين جبت هوت دوغ وهي دجاج حبش هاي الهوت دوغ وبعدين جبت العجينة اللي أنا قصيتها وصرت لفة حوالين الهوت دوغ شان تطلع مثل المومياء عرفت علي وتركت هيك فراغ بالنص كرمال حط العيون لأنه هلأ بعد ما خلص لف رح حطها بالفرن لحتى تستوي عرفت علي بعدين بحط العيون عملت بس 3 قطع لأنه خلودة ما لح يقدر يأكل أكتر من هيك ولحطهن على الفرن شغلت يعني ربع ساعة بصيروا خالصي ولبين ما يخلصوا لح أعمل أكلة حلو كمان على شكل مرعب جبت بسكوت سادة مدور وجبت مارشميلو وهذا المارشميلو لح أختار منه بس اللون الأبيض عرفت علي وحطيت شوية شوكولا على البسكوتة وهلأ عم صف مارشميلو على شكل السنان حوالين البسكوتة وبعد ما صفيتهم لحط الطبقة الثانية من البسكوت وكمان لح أرجع حط لها شوية شوكولا مشان يلزقوا ببعض ويا حذركن يا فزركن شو آخر شي لحط لحط لون أحمر مشان يبين قال يعني مثل هيك الدم واو شوفوا قديش برعب فعملت طقمين سنان بهذا الشكل وهون الهوت دوغ صارت جاهزة يا عيني يا ليلي وهي حطينا العيون وهلأ بدنا نعطيها لخوختي وهيك خليه ياكل قبل ما ينام خلودة شو جبتلك واو مامي thank you so much for food أهلا وسهلا خلودة I'm so tired man hockey walking so bye 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 guys